هنتكلم عن المنتج احمد عبد الباسط، بس هرجع لك في موضوع مهم جدا. استاذ احمد عبد الباسط مبروك وبالتوفيق يا رب ان شاء الله في فيلم نورت مصر. اهلا وسهلا بيك اهلا بحضرتك. شكرا ليك وشكرا على الاستضافه. استاذ احمد، مين اللي تعبك في الناس دي كلها؟ يعني مين اللي في الكاست كله اللي كان يعني بالنسبه لك يعني متعب؟ خلينا في كلمه متعب يعني. ولا اي حد على فكره، كان كله كرو رائع بروفيشنال في الحقيقه، متحابين كلنا بقياده الاستاذ شادي علي والمؤلف الاستاذ وليد يوسف، والحمد لله النتيجه ظاهره على الشاشه يعني في السينما. اعتقد لما تشوفوا الفيلم او الناس انطباعاتها هتعرفوا قد ايه الفيلم كان الحمد لله كان الكرو كله متفهم يعني، وطلعت نتيجه ظاهره على الشاشه. على طب هل شم النسيم اصبح موسم اساسي في السينما المصريه او خلاص بقى من ضمن المواسم المعتمده للسينما المصريه؟ والله هو المفروض احنا عندنا مشكله في حته التصنيف، احنا عندنا يا اما عيد كبير يا عيد صغير خلاص بعد كده بقى نقعد في بيوتنا ما نشتغلش، وده مش صح. السينما مصدر من مصادر الدخل القومي في امريكا مثلا. المفروض احنا هنا للاسف لحد دلوقتي فاكرينها نوع من انواع الرفاهيه وحاجه بقى فور فن مش فلوس، لا بالعكس السينما مصدر مهم لفلوس اسر كتير بتشتغل في المجال، فلازم يبقى فيه نكريات اكتر من سيزون. ليه بقى عيدين بس؟ ليه يعني ما في عندنا شم نسيم عندنا نص سنه؟ ليه ما بقاش السنه كلها شغال زي ما بقى يحصل في الدراما دلوقتي؟ ما بقاش مقتصر على رمضان، بقى مستمر طول السنه، فده شيء كويس يعني. بالظبط. فشم نسيم يعني نتمنى ان هو يعتبر سيزون مهم وربنا يكرم ان شاء الله. ربنا يكرمكم. بس انا عايز اسالك سؤال استاذ احمد، يعني احنا سمعنا كده ان الاغنيه بتاعت الفيلم ما فيهاش رقاصه، فحضرتك ما حبيتش تمارس يعني ديكتاتوريه المنتج وتقول لهم انا عايز رقاصه وحاجه تبيع كده وتخلينا نكسب عشان بس العجله تدور يعني؟ اعوذ بالله، لا طبعا. عمر مصر ما كانت رقاصه وبلطجي زي ما بعض الناس صنفوها، او بعض الناس للاسف حطونا في الحته دي للاسف على مستوى الوطن العربي. دلوقتي خلاص اي حد تكلميه بره مصر يقول لكم انتوا شرق الهرم. لا ما دام يعني عمر ما بنعمل احنا حاجه مبتذله او حاجه ممكن عارفه تلعب على اثاره الشهوات او الغرائز عند الناس، ما بنعملش ده. دي مش سياسه فيلم في ايجيبت خالص في الحقيقه. احنا فيلمنا تصنيف جمهور عام، يعني ممكن حضرتك تخشيه الاسره كلها تخش، ما فيش اي حاجه اي حد يتحرج منها خالص. لقيت ازمه في التوزيع يا استاذ احمد؟ يعني كان في ازمه في توزيع الفيلم في دور العرض؟ المسائل اللوجستيه كان فيها مشاكل؟ لا خالص في الحقيقه خالص. الحمد لله احنا نازلين 71 نسخه، يعني 71 دار سينما على مستوى مصر كلها. لا الموضوع حلو، واحنا بنراهن على الجمهور، ان احنا الجمهور يعني اذا كان في ناس ثانيه بتراهن على حاجات معينه عن طريق ان يجيبوا رقاصه بقى او الجو الشعبي او البلطجه او الحاجات دي، لا احنا ما بنعملش. احنا بنراهن على المحتوى، ان انت بتخش فيلم محترم مش هتتكسفي من اي شوت فيه او اي لفظ فيه. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد عبد الباسط منتج الفيلم. طب انا عايز اسال بقى سؤال.